يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على قائم ال محمد سلام على منتظريه بصدق المعرفه ووفاء العهود سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بانوراما الظهور المهدوي. الحلقة السابعة. البرنامج الذهبي. إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني الزبده الذهبيه اعرف امامك وعرف بامامك المعرفه الذهبيه امامك دينك ودينك امامك العبادة الذهبية. رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك. البراءة الذهبية. طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء. طلاقا بائنا لا رجعة فيه. ان كنت, إن كنت راغباً, راغبا في امامك كان الحديث في الحلقه الماضيه في موضوع الخارطه الاجماليه للاجواء التي تتحقق فيها مجريات ووقائع واحداث مرحله الارهاصات ومرحله العلامات الحتميه ومرحله مقدمات الظهور مفرده مهمه جدا تحدثت عنها في الحلقه الماضيه البتريون الصناعه الشيطانيه في اجلى صورها انهم المراجع الطوسيون انها الحوزه الطوسيه انهم الاتباع الطوسيون صناعه شيطانيه بامتياز مر الكلام في كل هذا ولا اريد ان اعود اليه في الجهه المهدويه هناك صناعه ايضا مثلما يصنع ابليس البتريين امام زماننا يصنع الزهرائيين وحينما اقول من ان امام زماننا يصنع الزهرائيين لا اقصد نفسي ولا اقصد كثيرين يحبون ان يصفوا انفسهم بانهم زهرائيون لان الزهرائي الاول هو امام زماننا في توقيعاته الشريفه هو الذي يقول من ان الزهراء اسوه له اسوته الزهراء الزهرائي الاول هو امام زماننا وامام زماننا هو امام الزهرائيين حينما اقول عن نفسي زهرائي انا هذا كلام في كلام مجرد ادعاء فانا لا اتحدث عن صناعه الزهرائيين هنا عن نفسي وعن الاخرين الذين يحبون ان يصفوا انفسهم بانهم زهرائيون انني اتحدث عن الزهرائيين الحقيقيين يمكنكم ان تصفوني بلسان الحقيقه من انني خطيب متحدث اديب يمكنكم ان تقولوا هذا اديب بملاحظه الاطلاع على الادب العربي من هذه الجهه يمكنكم ان تصفوني بهذه الاوصاف وتصدقون في ذلك لان الواقع يثبتها لكنني لا استطيع ان اصف نفسي بانني زهرائي بلسان الحقيقه انني احب ان اكون كذلك لكنني لازلت جزءا من هذا الواقع الطوسي البتري القذر احاول ان اتملص منه بقدر ما استطيع انني احاول ولا ادري هل نجحت في ذلك ام لا ولا اريد منكم ان تحكموا على نجاحي او فشلي ماذا اصنع بمدحكم وثنائكم انني لا اعبا بمدح احد وانما اريد التقييم والحكم من امام زماني وليس منكم، ماذا اصنع بتقييمكم؟ ماذا اصنع بتقييمي لنفسي وماذا اصنع بتقييمكم لي؟ هذه هي الحقيقه المقشره من دون مجاملات ومن دون رتوش واضافات وتزيينات وتجميلات ومصانعات. إذا هناك إبليس يقوم بصناعة البتريين وهناك إمام زماننا يقوم بصناعة الزهرائيين صناعة إبليس موجودة على أرض الواقع منذ أن أسس الطوسي المشؤوم حوزته اللعينة في النجف سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة وإلى يومنا هذا جموع البتريين تترى وتترى وتترى أما الزهرائيون فإنني أتحدث عن النصوص عن الأحاديث إذ لا أرى على أرض الواقع شيئا من مضامين هذه الأحاديث قطعا يوجد زهرائيون أنا لا أستطيع أن أميزهم هذا أمر راجع إلى إمام زماننا عملية الموازنة هذه لا بد أن تتحقق فهناك إبليس يعمل في جولة باطله كي يصنع البتريين وهناك قائم آل محمد يعمل لدولة حقه كي يصنع الزهرائيين وهو الزهرائي الاول وهو إمام الزهرائيين هذا منطق سورة الكوثر إنا أعطيناك الكوثر إنها فاطمة إنها فاطمة صلوات الله عليها. وفي الجهة الثانية هناك شانئ رسول الله إنه الأبتر. فهناك المسار الكوثر وهناك المسار الأبتر. البتريون هؤلاء من هناك يتفرعون لأنهم بتروا إمامة فاطمة. هذه حقيقه البتريين. بتريو النجف وكربلاء بتروا امامه فاطمه. هؤلاء هم البتريون. هناك المسار الكوثر وهناك المسار الابتر. المسار الكوثر هو مسار امام زماننا والذي ينتج الزهرائيين يصنع الزهرائيين. انها عمليه نحت الرجال مثلما يتحدث القران في سوره طه عن صناعه موسى فان الله هو الذي صنعه في الايه التاسعه والثلاثين بعد البسمله من سوره طه جاء في اخرها والقيت عليك محبه مني ولتصنع على عيني كل التفاصيل هي جزء من صناعه موسى اذ اوحينا الى امك ما يوحى ان اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له كل هذا جزء من صناعه موسى والقيت عليك محبه مني ولتصنع على عيني اذ تمشي اختك فتقول هل ادلكم على من يكفله فرجعناك الى امك كي تقر عينها ولا تحزن. وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. فلبثت سنين في اهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى. كل هذه الوقائع وكل هذه التفاصيل هي مجموعه اجزاء لصناعه موسى الى ان تقول الايه الحاديه والاربعون بعد البسمله من سوره طه واصطنعتك لنفسي الايه التي بعدها اذهب انت واخوك باياتي ولا تنيا في ذكري الايه التي بعدها اذهبا إلى فرعون إنه طغى ولتصنع على عيني واصطنعتك لنفسي حينما نتحدث عن الصناعة عن صناعة الرجال يدخل فيها النجاح والفشل ويدخل فيها السقوط والارتفاع ويدخل فيها الخطا والصواب ويدخل ويدخل ويدخل, ويدخل برنامج مرسوم باخطائه وصوابه بسقوطه وارتفاعه حتى السفاهه تكون جزءا من البرنامج لكنها تكون سببا للاعتبار وللاتعاظ لما سياتي هناك مجموعة كبيرة من الاجزاء تتداخل فيما بينها لصناعة الانسان الآيات هذه تتحدث عن نبي معصوم لكنني جئت بها مثالا لتقريب الفكره والامر هو هو في سوره آل عمران حيث الحديث عن امراه انها السيده مريم فالصناعه ليست للذكور فقط حينما اقول هو نحت الرجال تعبير انه نحت للرجال ونحت للنساء في الايه السابعه والثلاثين بعد البسملة من سوره آل عمران فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كل هذا جزء من صناعتها. فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها. هذه الصناعه المريميه. وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا الى اخر ما جاء في الايه الكريمه. انني اتحدث عن صناعه الزهرائيين بهذا المنطق بالمنطق القراني رجالا ونساء لا يوجد فارق في البين بين الرجال والنساء فعمليه النحت هي هي للرجال وللنساء على حد سواء اعتقد ان الفكره صارت واضحه فهناك ابليس ينحت رجاله البتريين وهناك قائم ال محمد ينحت رجاله الزهرائيين صناعه هي صناعه البتريين في جانب وصناعه الزهرائيين في جانب اخر واؤكد عليكم من انني حين اتحدث عن الزهرائيين هنا لا اتحدث عن نفسي ولا عن مجموعات من الناس يصفون انفسهم بانهم زهرائيون حينما اقول زهرائيون نحن والهوى والهوى زهرائي انني احب ان اكون كذلك والا ففي الحقيقه مثل ما قلت لكم يمكنكم ان تصفوني باني خطيب متحدث اجيد الكلام هذه صنعتي اقرا عليكم حديثا عن امامنا موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليهما من الكهف الشريف انه الجزء الثامن من طبعه دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان في الصفحة الرابعة والثمانين بعد المئة إنه الحديث التسعون بعد المئتين بسنده بسند الكوليني عن إمامنا الكاظم صلوات الله عليه لو ميزت شيعتي امامنا باب الحوائج هو الذي يقول لو ميزت شيعتي لم اجدهم الا واصفه يجيدون الكلام كما قلت لكم قبل قليل يمكنكم ان تصفوني بانني خطيب متحدث متكلم اجيد صنعه الكلام هذا شيء اما ان يكون الانسان زهرائيا حقيقيا هذا شيء اخر لا علاقه بين ان يجيد الانسان الحديث وبين ان يكون زهرائيا حقيقيا هذا هو واقعنا وهذا الكلام ليس للاعلام او لاظهار التواضع او لغير ذلك هذه هي الحقيقه بعينها وليس بشيء اخر الامام الكاظم هو الذي يقول لو ميزت شيعتي لم اجدهم الا واصفه يتحدثون بالسنتهم لو ميزت شيعتي لم اجدهم الا واصفه ولو امتحنتهم لما وجدتهم الا مرتدين ولو تمحصتهم لما خلص من الالف واحد ولو غربلتهم غربله لم يبق منهم الا ما كان لي الا ما كان لي يشير الامام الى عدد محدود قليل جدا انهم طالما اتكاوا على الارائك فقالوا نحن شيعه علي انما شيعه علي من صدق قوله فعله التصديق في الفعل الفعل يصدق القول روايه ذهبيه هذه الروايه لو ميزت شيعتي لم اجدهم الا واصفه يتكلمون يتكلمون فقط انهم ظاهره صوتيه ليس الا لو ميزت شيعتي لم أجدهم إلا واصفة ولو امتحنتهم لما وجدتهم إلا مرتدين ولو تمحصتهم لما خلص من الألف واحد ولو غربلتهم غربلة لم يبق منهم إلا ما كان لي إلا عدد محدود قليل إنهم طالما اتكوا على الارائك فقالوا نحن شيعه علي انما شيعه علي من صدق قوله فعله واين هؤلاء انهم الاقلون عددا هكذا وصفهم امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه انهم الاقلون عددا حقيقتنا هي هذه مثل ما جاء في دعاء عرفه انه الدعاء المروي عن سيد الشهداء عن حسيننا صلوات الله وسلامه عليه ماذا نقرا في هذا الدعاء الشريف الهي إلهي، من كانت محاسنه مساوي. هؤلاء وحق الحسين نحن. هؤلاء نحن. إلهي، إلهي، من كانت محاسنه مساوي. فكيف لا تكون مساويه مساوي؟ ومن كانت حقائقه دعاوي والله هؤلاء نحن ومن كانت حقائقه دعاوي فكيف لا تكون دعاويه دعاوي هؤلاء نحن هذه كلمات سيد الشهداء صاغها لي ولامثالي ولكم ولأمثالكم هذه حقيقتنا لا نتعداها إذا تعديناها فذلك بتوفيق وصناعة من إمام زماننا إذا توفر لنا ذلك إلهي إلهي من كانت محاسنه مساوي والله هذه حقيقتنا إلهي من كانت محاسنه مساوي فكيف لا تكون مساويه مساوي ومن كانت حقائقه دعاوي فكيف لا تكون دعاويه دعاوي فحينما أحدثكم عن الزهرائيين انني لا أحدثكم عن نفسي ولا عن كثيرين من الناس يحبون ان يصفوا انفسهم بانهم زهرائيون نحن نعرف انفسنا وهذا هو واقعنا مثلما قال امامنا الكاظم في احسن احوالنا ما نحن الا واصفه متحدثون متكلمون حقيقتنا لا تتجاوز ما جاء في دعاء سيد الشهداء في يوم عرفه. إلهي من كانت محاسنه مساوي فكيف لا تكون مساويه مساوي؟ نذهب إلى فاصل. الموضوع الذي أنا بصدده موضوع حساس جدا. أتمنى عليكم ان تصبروا علي اولا وان تدققوا النظر فيما ساذكره لكم ما هو بكلامي انه كلام قرانهم وكلام حديثهم ولا يوجد شيء اخر قد لا استطيع ان اكمل حديثي في هذه الحلقه ساحتاج الى الحلقه القادمه صناعه الزهرائيين جوله في ثقافه الكتاب والعطر بنحو موجز ساجعل كلامي في شاشات متعدده وهذا الاسلوب اتبعه دائما في برامجي الذين لم يتابعوا برامجي اقول لهم الشاشات المتعدده هذه الفكره مستقاه من كاميرات المراقبه الكاميرات الأمنية كاميرات المراقبة تجمع صورها وما تلتقطه عدساتها في مجموعة من الشاشات وإذا أرادوا أن يعرفوا الموضوع الذي يبحثون عنه فيما صورته كاميرات المراقبه عليهم ان يدرسوا جميع الصور التي ظهرت في جميع الشاشات ومن هنا فان حديثي سيكون في شاشات متعدده اتمنى عليكم ان تدققوا النظر معي الشاشه الاولى ساذكر لكم في هذه الشاشه مجموعه من احاديث العتره الطاهره هذه الاحاديث مثيلاتها كثيره جدا هناك عشرات وعشرات بل مئات من الاحاديث في هذا المضمون اخترت لكم سبعه احاديث من كتبنا القديمه الاصليه الاصيله انها كلمات ائمتنا المعصومين هذه الاحاديث لو تدبرتم فيها ستعرفون بان واقعنا الشيعيه منذ بدايه الغيبه الكبرى ومنذ تاسيس حوزة النجف المشؤومة سنة 448 للهجرة لا علاقة له بإمام زماننا. إننا نسير في طريق بعيد جدا عن إمام زماننا. هذه الأحاديث أحاديثهم سأقرأها عليكم، لن أضيف شيئا من عندي. لكنني أقول لكم احترموا عقولكم. وحكموا عقولكم وانظروا بدقة في مضامين هذه الأحاديث وبعد ذلك عودوا إليها بعدما تحكمون عليها بعقولكم عودوا إليها وانظروا إليها بقلوبكم لكن في بادئ الأمر عليكم أن تحترموا عقولكم وان تتعاملوا معها بعقولكم الدور الذي سأقوم به ان اعرض بين ايديكم الاحاديث الامر لا يقتصر على هذه الاحاديث هذه الشاشة الاولى لا بد ان تجمعوا بقية ما سيعرض في هذه الشاشات انها سبع شاشات من الشاشه الاولى الى الشاشه السادسه احاديث العتره اما الشاشه السابعه ايات من القران كي نعرض ما تم عرضه في الشاشات من الشاشه الاولى الى الشاشه السادسه كي نعرض ذلك على حكم القران وعلى مضمون القرآن ولذا فإن الشاشة السابعة ستكون مقتصرة على آيات من الكتاب الكريم كي يكون الكلام محكما متكاملا غيبة النعماني النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة وهو تلميذ الكليني رضوان الله تعالى عليهما طبعه انوار الهدى الطبعه الاولى قم المقدسه في الصفحه الثالثه والاربعين بعد المئه انه الباب العاشر الحديث الثاني بسنده بسند النعماني عن المفضل ابن عمر دققوا النظر معي في هذا الحديث المفضل ابن عمر يحدثنا عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه خبر تدريه تعرف فقهه وحقيقته خبر تدريه خير من عشر ترويه خير من عشر ترويها فلربما جاء الترويه مراعاة للسجع وإلا فإن السياق الاعتيادية في الكلام أن يكون الكلام هكذا خبر تدريه خير من عشر ترويها من الاخبار التي ترويها ان لكل حق حقيقه ولكل صواب نورا ثم قال امامنا الصادق انا والله لا نعد الرجل من شيعتنا فقيها حتى يلحن له حتى يلحن له ليس الحديث عن اللحن الذي هو الخطأ النحوي في الكلام او في اللغة وانما المراد هنا معاريض الكلام دلائل الكلام الحقيقي وانا لا اريد ان اقف عند الروايه هنا لان موطن الشاهد سياتينا انما اقرا هذا كي تعرفوا من ان معرفه فقه اهل البيت لا يمكن ان تتحقق إلا من هذا الطريق من معرفة لحن القول. خبر تدريه خير من عشر ترويها. إن لكل حق حقيقة ولكل صواب نورا ثم قال إمامنا الصادق صلوات الله عليه: إنا والله لا نعد الرجل من شيعتنا فقيها حتى يلحن له فيعرف اللحن ان امير المؤمنين عليه السلام قال على منبر الكوفه ان من ورائكم فتنا مظلمه عمياء منكسفه لا ينجو منها الا النوّمه قيل يا امير المؤمنين ومن نوّمه قال الذي يعرف الناس ولا يعرفونه يعرف الناس يعرف عقائدهم يعرف ماذا يجري في قلوبهم يعرف مخططاتهم قيل يا امير المؤمنين ومن وما؟ قال الذي يعرف الناس ولا يعرفونه موطن الشاهد هنا واعلموا 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 ان الارض لا تخلو من حجه لله عز وجل هذا كلام امير المؤمنين يحدثنا به امامنا الصادق صلوات الله عليهما واعلموا ان الارض لا تخلو من حجه لله عز وجل ولكن الله سيعمي خلقه عنها بظلمهم وجورهم وإسرافهم على أنفسهم الطريق مفتوح إلى آل محمد الطريق مفتوح إلى إمام زماننا ولكن بسبب ما يصدر منا سيضيع علينا الطريق والكلام هذا يكون موجها للكبار قبل الصغار لكبار القوم لاصحاب العمائم الكبيره الكذابين الذين يقولون اننا نواب صاحب الزمان الا لعنه الله على اكاذيبهم واعلموا ان الارض لا تخلو من حجه لله عز وجل ولكن الله سيعمي خلقه عنها عن حجته لماذا؟ بظلمهم وجورهم واسرافهم على انفسهم ولو خلت الارض ساعه واحده من حجه لله لساخت باهلها ولكن الحجه يعرف الناس ولا يعرفونه كما كان يوسف يعرف الناس وهم له منكرون ثم تلا يا حسره على العباد ما ياتيهم من رسول الا كانوا به يستهزئون لا يفهم الحديث من ان الامام الحجه موجود بين الناس مثلما يتحدث البعض حينما يقسمون الغيبه الى نوعين هناك غيبه الشخص وهناك غيبه العنوان غيبه العنوان هذا هراء ليس له من عين ولا اثر في ثقافه الكتاب والعتره الغيبه هي غيبه الشخص هو غائب عن أبصارنا غائب ليس بعنوانه عنوانه موجود معروف هو غائب عن أبصارنا بشخصه في الحقيقة عيوننا هي الغائبة عيوننا هي التي لا ترى وإلا فهو شاهد علينا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون هذه الايه لا تتحدث عن صلاتنا في المساجد وانما تتحدث عن بواطننا وماذا نفعل في خلواتنا وفي اي مكان من الامكنه وفي اي زمان من الازمنه ماذا نفعل بجوارحنا وماذا يدور في جوانحنا من نوايانا وخلجاتنا النفسيه وماذا نقول بنحو جهري وماذا نقول همسا وماذا نقول من دون صوت حينما نحدث انفسنا بانفسنا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون انه امام زماننا فهذا الكلام عن غيبه العنوان ما هو الا هراء غيبه الحجه ابن الحسن هي غيبه الشخص وفي الحقيقه غيبتنا عن ابصارنا لا ترى هو غائب عن الابصار وهذا المعنى ساوضحه وأبينه فيما ياتي في الحلقة القادمة أو في التي بعدها واعلموا أن الأرض لا تخلو من حجة لله عز وجل ولكن الله سيعمي خلقه عنها بظلمهم وجورهم وإسرافهم على أنفسهم سيعمي، سيقطع الطريق فيما بينهم وبينه ولو خلت الارض ساعة واحدة من حجة لله لساخت باهلها ولكن الحجة يعرف الناس ولا يعرفونه كما كان يوسف يعرف الناس وهم له منكرون هذا مثال حسي فيه تقريب من وجه وفيه تبعيد من وجه اخر ثم تلا يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول الا كانوا به يستهزئون موطن الشاهد هنا الحجة موجود الطريق اليه مفتوح ولكننا نحن الذين قطعنا هذا الطريق قطاع الطريق من هم مراجع النجف وكربلاء اولئك هم الذين قطعوا الطريق فيما بيننا وبين امام زماننا وحولونا الى طريق متاهه هم تاهوا وتيهونا معهم واعلموا أن الأرض لا تخلو من حجة لله عز وجل ولكن الله سيعمي خلقه عنها بظلمهم وجورهم وإسرافهم على أنفسهم لا بد أن نجمع كل المضامين نحن نتحدث عن شاشات متعددة وفي الشاشة الواحدة هناك عدة لقطات، عدة صور. وماذا نقرأ أيضا؟ كمال الدين للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، الجزء الأول طبعة مؤسسة شمس الضحى إيران. صفحة 436 إنه الحديث الثاني حديث مفصل سأقرأ ما يرتبط بموضوع الحلقة كُمَيْلُ بن زياد يقول: أخذ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بيدي صلوات الله عليه فاخرجني الى ظهر الكوفه النجف ظهر الكوفه النجف اخذ امير المؤمنين علي بن ابي طالب بيدي فاخرجني الى ظهر الكوفه فلما اصحر لما ابتعدنا عن البناء عن الكوفه وبيوتها وبساتينها فلما أصحر تنفس ثم قال يا كميل ان هذه القلوب اوعيه فخيرها اوعاها اوعاها اكبرها اوسعها اعمقها ان هذه القلوب اوعيه فخيرها اوعاها ومر الكلام علينا في الحلقة الأولى من حلقات هذا البرنامج حينما حدثتكم عن ملامح المنهج اليماني الزهرائي الفهم العميق الفهم العميق لا يكون إلا في هذه القلوب الواعية العميقة المتسعة يا كميل إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها احفظ عني ما أقول لك الناس ثلاثة عالم رباني الإمام المعصوم ومتعلم على سبيل النجاة هؤلاء هم الزهرائيون وهمج الرعاة اتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح انهم البتريون اللعناء لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجاوا الى ركن وثيق الركن الوثيق هو الامام المعصوم لم يستضيئوا بنور العلم ما عندهم ليس علما انها جهاله استمروا استمروا ودققوا النظر في الحديث عن العلم الى ان يقول امير المؤمنين اللهم بلى لا تخلو الارض من قائم لله بحجة اما ظاهر مشهور او خاف مغمور لئلا تبطل حجج الله وبيناته وكم ذا وأين أولئك أولئك والله الأقلون عددا والأعظمون خطرا بهم هؤلاء هم الزهرائيون بهم يحفظ الله حججه وبيناته حتى يودعوها نظراءهم ويزرعوها في قلوب اشباههم هجم بهم العلم هجم بهم العلم على حقائق الامور وباشروا روح اليقين واستلانوا ما استوعره المترفون وانسوا بما استوحش منه الجاهلون وصحبوا الدنيا بابدان ارواحها معلقه بالمحل الاعلى يا كميل اولئك خلفاء الله في ارضه والدعاة إلى دينه آهن آهن شوقا إلى رؤيتهم. وأستغفر الله لي ولكم. قد يتصور البعض من أن الإمام هنا يتحدث عن الأئمة المعصومين. لكن الإمام ذكر وصفا هذا الوصف لا ينطبق على المعصومين صلوات الله عليهم حينما قال بهم يحفظ الله حججه وبيناته حتى يودعوها نظراءهم ويزرعوها في قلوب اشباههم اذا اردنا ان نطبق هذا الوصف على المعصومين يعني ان المعصوم في مرحله من المراحل يكون قلبه خاليا من العلم والمعرفه وهو بحاجه الى زراعه العلم والمعرفه في قلبه فهذا الكلام لا ينطبق على المعصومين بهم يحفظ الله حججه وبيناته حتى يودعوها نظراءهم ويزرعوها في قلوب اشباههم امير المؤمنين يتحدث عن المتعلمين على سبيل النجاه الم يخبر كميلا بأن الناس ثلاثة عالم رباني العالم الرباني لا يمكن أن تمر عليه ثانية كي يحتاج في تلك الثانية إلى زراعة في قلبه عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة هؤلاء هم المتعلمون المتعلمون على سبيل نجاة بهم يحفظ الله حججه وبيناته حتى يودعوها نظراءهم ويزرعوها في قلوب اشباههم هجم بهم العلم على حقائق الامور وباشروا روح اليقين واستلانوا ما استوعره المترفون، وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون، وصحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلّقة بالمحل الأعلى، يا كميل أولئك خلفاء الله في أرضه، والدعاة إلى دينه، اه اه شوقا الى رؤيتهم هؤلاء هم هم الذين حدثنا عنهم امامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه يا ابا خالد من المصدر نفسه يا ابا خالد ان اهل زمان غيبته غيبه قائم ال محمد القائلين بامامته والمنتظرين لظهوره افضل من اهل كل زمان الى ان قال إمامنا السجاد: اولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا والدعاة الى دين الله عز وجل سرا وجهرا يا كميل اولئك خلفاء الله في ارضه والدعاة إلى دينه آه آه شوقا إلى رؤيتهم وماذا بعد هذا هو الكاف الشريف الجزء الأول طبعة دار الأسوة طهران إيران في الصفحه الثمانين بعد الثلاثمائه انه الحديث الثالث عشر شيئا من خطبه خطبها امير المؤمنين صلوات الله عليه على منبر الكوفه ماذا قال في خطبته اللهم انه لا بد لك من حجج في أرضك حجة بعد حجة على خلقك يهدونهم إلى دينك إنهم أئمتنا المعصومون وماذا يفعلون ويعلمونهم علمك هذا الكلام ينطبق على إمام زماننا هذه الأحاديث تخبرنا أن علم الحجة ابن الحسن يمكن أن يصل إلى الشيعة في زمان غيبته بمختلف الأساليب بمختلف الطرق كما قلت لكم قبل قليل هذه الأحاديث تخبرنا بأن منهج حوزة النجف وكربلاء منهج باطل لأنه مبني على الاجتهادات والظنون الخرقاء. لا علاقه لمنهجهم بعلم يصل اليهم من امام زمانهم. اصطبروا علي ودققوا النظر في الاحاديث. اللهم انه لا بد لك من حجج في ارضك، حجه بعد حجه على خلقك انهم المعصومون صلوات الله عليهم يهدونهم الى دينك ويعلمونهم علمك كي لا يتفرق اتباع اوليائك ظاهر غير مطاع او مكتتم يترقب ان غاب عن الناس شخصهم في حال هدنتهم فلم يغب عنهم قديم مبثوث علمهم وآدابهم في قلوب الناس مثبتة فهم بها عاملون الى ان يقول امير المؤمنين في من هذا ولهذا يارز العلم ينكمش العلم يارز العلم اذا لم يوجد له حمله يحفظونه ويروونه كما سمعوه من العلماء العلماء هم محمد وال محمد ويصدقون عليهم فيه اللهم فاني لاعلم ان العلم لا يأرز كله ومرت علينا الروايات من ان العلم سيأرز من الكوفه ولكنه سيظهر في قم تلاحظون ان احاديثهم تمثل بناء متكاملا اللهم فإني لأعلم أن العلم لا يأرز كله ولا ينقطع مواده وإنك لا تخلي أرضك من حجة لك على خلقك ظاهر ليس بالمطاع أو خائف مغمور كي لا تبطل حجتك ولا يضل أولياءك بعد إذ هديتهم بل أين هم وكم هم اولئك الاقلون عددا الاعظمون عند الله قدرا لا يقف الامر عند هذا الحد عليكم ان تجمعوا بين الاحاديث الشريفه ومضامينها أعود إلى كمال الدين وإلى الجزء الأول من الطبعة نفسها صفحة 308 إنه الحديث الحادي عشر بسند الصدوق عن أبي الصباح عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه إن الله تبارك وتعالى لم يدع الأرض الا وفيها عالم انه الامام المعصوم الا وفيها عالم يعلم الزياده والنقصان فاذا زاد المؤمنون شيئا ردهم واذا نقصوا شيئا اكمله لهم في عصر الحضور او في عصر الغيبه اذا استحقوا ذلك ولولا ذلك لالتبست على المؤمنين امورهم ان الله تبارك وتعالى لم يدع الارض الا وفيها عالم يعلم الزياده والنقصان فاذا زاد المؤمنون شيئا ردهم بتدخل جلي او بتدخل خفي فاذا زاد المؤمنون شيئا ردهم واذا نقصوا شيئا اكمله لهم ولولا ذلك لالتبست على المؤمنين امورهم هذا يعني ان العلم واصل منه صلوات الله عليه وماذا بعد ايضا في كمال الدين للصدوق صفحه ثلاثمئه وأربعة وثلاثين إنه الحديث الرابع بسنده بسند الصدوق عن عمار بن موسى الساباطي عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه لم تخل الأرض منذ كانت من حجة عالم يحيي فيها ما يميتون من الحق ثم تلا هذه الايه يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون لم تخل الأرض منذ كانت من حجة عالم ولاحظوا التركيز على صفة عالم لأن علمه يصل إلى أشياعه إلى أشياعه المخلصين وليس إلى قطاع الطرق لم تخلو الأرض منذ كانت من حجة عالم يحيي فيها ما يميتون من الحق ثم تلا هذه الآية يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون وإلى حديث آخر من أحاديثهم من المصدر نفسه صفحة 456 وستة وخمسين إنه الحديث الحادي عشر بسنده بسند الصدوق عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه عن امير المؤمنين صلوات وسلام على امير المؤمنين في خطبه على منبر الكوفه اللهم انه لا بد لارضك من حجه لك على خلقك تلاحظون ان امير المؤمنين يكرر هذا المضمون في خطبه الشريفه اللهم إنه لا بد لأرضك من حجة لك على خلقك يهديهم إلى دينك ويعلمهم علمك لئلا تبطل حجتك ولا يضل أتباع أوليائك بعد إذ هديتهم به اما ظاهر ليس بالمطاع او مكتتم مترقب ان غاب عن الناس شخصه في حال هدايتهم يتحدث عن الامام الغائب ان غاب عن الناس شخصه غيبه الشخص وما هي بغيبه العنوان وهذا الكلام واضح في احاديث محمد وال محمد صلوات الله عليه ان غاب عن الناس شخصه في حال هدايتهم فان علمه وادابه في قلوب المؤمنين مثبته فهم بها عاملون يتحدث عن علم امام زماننا ان غاب عن الناس شخصه في حال هدايتهم في حال هدايتهم اذا كانوا على الهدى ما كانوا بتريين فان علمه وادابه في قلوب المؤمنين مثبته تصل اليهم وتثبت في قلوبهم هذا اذا كانوا على طريق الهدى وليس على طريق البتريين على طريق البتريين سيضيعون ويتيهون تيها يكون اضعاف تيه بني اسرائيل مع المراجع الطوسيين البتريين اللعناء ان غاب عن الناس شخصه في حال هدايتهم اذا كانوا على الهدى فان علمه وادابه في قلوب المؤمنين مثبتة فهم بها عاملون وفي اثبات الوصية للمسعود هذا المسعودي انه المؤرخ المعروف الذي كان ناصبيا ثم اهتدى إلى الحق كتابه اثبات الوصية الفه بعد ان اهتدى الى الحق. بسنده عن الحارث ابن المغيره عن امامنا الصادق صلوات الله عليه: القائم امام امام القائم امام ابن امام ياخذون منه حلالهم وحرامهم قبل قيامه يعني في غيبته فهل حوزه النجف تاخذ حلالها وحرامها منه من هنا قلت لكم قبل قليل انني حين اقول من انني زهرائي هذا شيء احبه والا فانا جزء من هذا الواقع البتري القذر هل ناخذ حلالنا وحرامنا من امام زماننا سلكنا في طريق بعيد عن امام زماننا بسبب هؤلاء السفله الذين يصفون انفسهم بانهم نواب صاحب الزمان عقائدهم مخالفه لصاحب الزمان تفسيرهم مخالف لصاحب الزمان وفقههم مخالف لصاحب الزمان كيف صاروا نوابا لصاحب الزمان؟ هؤلاء نواب الشيطان انهم البتريون صناعه ابليسيه بامتياز. الامام الصادق هو الذي يقول: القائم امام ابن امام ياخذون منه حلالهم وحرامهم قبل قيامه. قلت اصلحك الله إذا فقد الناس الإمام عمن يأخذون؟ قال إذا كان ذلك فأحب من كنت تحب وانتظر الفرج فما أسرع ما يأتيك، سيأتيك العلم. إذا كان ذلك فأحب من كنت تحب وانتظر الفرج فما أسرع ما يأتيك. اذا كان على الهدى هذه الاحاديث التي قراتها عليكم انها نماذج مثيلاتها في الالفاظ وفي المضامين والمعاني مثيلاتها كثيره كثيره جدا كلها تشير الى الحقائق التاليه لا بد من امام عالم التركيز على صفه العالم لان الفيض الذي ياتي منه هو العلم الحقيقه الثانيه اذا ابتعد الناس عن امامهم سيضيعون مثل ما صار معنا وإذا كانوا على طريق إمامهم فإن علمه سيصل إليهم أكان ذلك بطريق جلي واضح أو كان ذلك بطريق خفي ليس واضحا للعيان هذه الأحاديث كلها تشير إلى أن الدين لا بد أن يكون علميا ولا بد أن يكون مأخوذا من الإمام المعصوم هذه الأحاديث تشير إلى وجود طريق مفتوح إلى إمام زماننا نحن الذين ضيعنا هذا الطريق نحن ضيعنا الطريق بسبب أصحاب العمائم الكبيرة اللعناء من أصحاب العمائم السوداء أو البيضاء ضيعوا أنفسهم باتباع منهج النواصب وصنعوا سقيفة قذرة أخرى وأسسوا دينا واتبعوا ذلك الطوسية الشافعية المعتزلية المشؤوم وساروا على هذا الدين الى هذه اللحظه هم ضاعوا وضيعونا معهم وهذه الاحاديث ضعفوها وصنعوا الشيعه الديخيين الشيطان صنع المراجع البتريين المراجع البتريين صنعوا الشيعه الديخيين هذه هي الحقيقة الواضحة الجلية الصريحة اتحفونا 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 بالوثيقة الديخية ما اريد اجيب الاسماء واحد قال لي على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له اخر بابا ما توصل النوبيه قال توصل تطمئن تركبهم يعني مش آه اشياء عنهم تركبهم وتقول لهم ديخ والله نف عبارته واحد من الاعلام قبل خمس سنوات قال لي تستعجل وش داعي اقول له تركب أصم. يعني خلاقه اهم شيء خلاقه اهم تقول جيمي بقول لك حركه صدمه فقش ديخ بعربيه فقش والناس حبار كنا على ثقة وكلكم تعرفونه لأنه ما أريد أجيب الأسماء عرضنا قال تركب مثل ما تركب <applause> نعم وضاي لا مو علم اجمالي هذا هو واقع <applause> واقع الشيعه لا اقول واقع الشيعه هذا والله هذا واقع الشيعه <applause> هذا هو الجزء الثالث والخمسون من بحار الأنوار للمجلس وطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان التوقيعات التي وصلتنا من الناحية المقدسة في صفحة الثامنة والسبعين بعد المئة انه التوقيع التاسع نقله عن كتاب الاحتجاج وهو المصدر الحديثي المعروف للطبرسي والذي اشتمل على جانب مهم من توقيعات الناحيه المقدسه التوقيع طويل اذهب الى موطن الحاجه في الصفحه الثمانين بعد المئه في هذا التوقيع في هذه الرساله امام زماننا هكذا يقول وفي ابنه رسول الله صلى الله عليه واله لي اسوه حسنه هذا هو الزهرائي الاول امام زماننا صلوات الله وسلامه عليه نحن الان في الشاشه الثانيه مجموعه الاحاديث التي ذكرتها لكم قبل قليل كانت لقطات كانت صورا في الشاشه الاولى هذه هي الشاشه الثانيه اول لقطه فيها الحجه بن الحسن زهرائي الزهرائي الاول هو الذي يقول وفي ابنه رسول الله صلى الله عليه واله لي أسوة حسنة نعود إلى رسالته إلى المفيد والتي هي رسالة للشيعة حيث أن الإمام الحجة بين أن أكثر مراجع الشيعة أن أكثر علماء الشيعة ان اكثر فقهاء الشيعة ما هم على منهجه ما هم على منهج العترة الطاهرة ومن انهم نبذوا العهد الماخوذ منهم غدروا ببيعة الغدير غدروا بعهد الامامة والولاية في الصفحة الخامسة والسبعين بعد المئة من المصدر نفسه من الرسالة الأولى التي وصلت إلى الشيعة عبر المفيد سنة 410 وعشرة للهجرة فإنا يحيط علمنا بأنبائكم ولا يعزب عنا شيء من أخباركم ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم ما هو هذا الزلل فان يحيط علمنا بانبائكم ولا يعزب عنا شيء من اخباركم ومعرفتنا بالزلل الذي اصابكم مذ جنح كثير منكم الامام لا يتحدث عن الذين يعملون في الاسواق الامام لا تحدث هنا عن التجار الرساله موجهه الى المرجع الاعلى في زمانه الى المفيد والخطاب موجه الى علماء الشيعة اذا كان موجها الى عامة الشيعة فبالتفرع وبالعرض مذجنح كثير منكم يا مراجع الشيعة الى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا هؤلاء هم البتريون هناك زهرائيون وهناك بتريون هؤلاء هم البتريون مذ جنح كثير منكم الزهرائيون هم الذين يكونون اوفياء للزهرائي الاول لامام الزهرائيين للحجه بن الحسن الذي يتخذ من الزهراء اسوه له مثل ما قرات عليكم من توقيعه الشريف قبل قليل مذ جنح كثير منكم الى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا السلف الصالح تمسكوا بقران محمد وال محمد المفسر بتفسيرهم وتمسكوا بحديث محمد وال محمد المفهم بتفهيمهم، هؤلاء هم السلف الصالح. هذا هو المنهج القمي، لولا القميون لضاع الدين. مذ جنح كثير منكم الى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا. وماذا فعلوا ايضا ونبذوا العهد الماخوذ منهم وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون هؤلاء شياطين المشبهون بانهم لنا موالون مثل ما يقول امامنا الصادق صلوات الله عليه في روايه التقليد هم يعرفون حقيقه انفسهم ولذا فهم مشبهون بانهم لنا موالون ولاعدائنا معهدون. هؤلاء هم هم بانفسهم. الامام هنا ميز بين المجموعتين، بين المجموعه البتريه اللعينه وبين المجموعه الزهرائيه التي هو امامها الذين ما نبذوا العهد الماخوذ منهم. فانا يحيط علمنا بانبائكم ولا يعزب عنا شيء من اخباركم ومعرفتنا بالزلل الذي اصابكم مذ جنح كثير منكم الى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذوا العهد الماخوذ منهم وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون لا يقول قائل من ان المفيد على منهج الضلال نفسه وهو ممدوح في هذه الرساله المفيد كان ضالا ثم اهتدى عودوا الى الحلقات المختصه بهذا الموضوع عودوا الى مجموعه الحلقات التي تحدثت فيها عن المفيد وعن الطوسي في برنامج ما بين واقعين هناك حلقات مختصه بالمفيد كي تطلع على الحقيقه الكامله وماذا قال ايضا إمام زماننا في الرسالة الثانية التي وصلت الى المفيد ايضا في اخر الرساله انني اقرا من الصفحه السابعه والسبعين بعد المئه ولو ان اشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لو ان اشياعنا كانوا اوفياء لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا نحن نتحدث عن زمان الغيبة لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا على حق المعرفة وصدقها منهم بنا فما يحبسنا عنهم الا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم، امام زماننا يكره واقعنا ولذا ابعدنا عنه وابتعد عنا هذا يعني ان الشيعه لو كانوا اوفياء فان الامام صلوات الله وسلامه عليه سيكون على اتصال مباشر بهم حتى في زمان الغيبه بالنحو الذي يتحقق وصول العلم اليهم من دون ان يكونوا مرتبطين بهؤلاء البتريين الثولان من مراجع الحوزه النجفيه الطوسيه اقرا عليكم ماذا قال إمام زماننا؟ مرة أخرى اجمعوا هذه الحقائق اجمعوا اللقطات والصور التي عرضتها لكم في الشاشة الأولى وأضيفوا إليها اللقطات التي عرضتها لكم في الشاشة الثانية حينما صرح إمام زماننا بأنه يتخذ من الزهراء أسوة له، إنه إمام الزهرائيين، إنه الزهرائي الأول، وقسم لنا بين البتريين والزهرائيين حينما خاطب أكثر مراجع الشيعة مذ جنح كثير منكم الى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا هناك قله زهرائيه الاكثريه بتريون اما في ايامنا هذه الجميع بتريون لانه لا يوجد فيهم من نهج منهجا يختلف عن المنهج الطوسي البتري اللعين الجميع في سله واحده ولو ان اشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم بالعهد الذي اخذ عليهم لو انهم كانوا اوفياء لما تاخر عنهم اليمن بلقائنا ولتعجلت لهم السعاده بمشاهدتنا على حق المعرفه وصدقها منهم بنا فما يحبسنا عنهم الا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم. الطريق الى امام زماننا موجود. الطريق الى امام زماننا مفتوح النصوص كلها هكذا تقول علم امام زماننا يمكن ان يصل الينا في زمان الغيبه لكننا نحن الذين ضيعنا الطريق ضيعنا انفسنا وضيعنا الاخرين والذين ضيعونا اصحاب العمائم الابليسيه الشيطانيه البتريه القذره الذين يقال لهم المراجع في الحوزة الطوسية النجفية القذرة هذه الحقائق بين أيديكم وطبقوها على أنفسكم وعلى الواقع الذي تعيشونه نذهب إلى فاصل الشاشة الثالث جمال الأسبوع بكمال العمل المشروع من كتب الأدعية المعروفة لابن طاووس المتوفى سنة 664 للهجرة وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الآفاق إنها الطبعة الأولى إيران صفحة 311 دعاء مروي عن إمامنا الرضا من أدعية زمان الغيبة إنها الغيبة المهدوية ماذا نقرأ فيه في هذا الدعاء؟ هذا الدعاء الذي وردنا عن امامنا الرضا صلوات الله عليه يشتمل على ذكر للزهرائيين زمان غيبه الحجه بن الحسن وكل القرائن تشير الى الغيبه الطويله فماذا نقرأ في هذا الدعاء؟ اللهم وشركاؤه في امره في امره الزهرائي هؤلاء هم الزهرائيون هؤلاء هم الصناعة المهدوية الفائقة بامتياز مثلما مراجع النجف وكربلاء الصناعة الابليسية بامتياز اللهم وشركاؤه في امره. الدعاء لا يتحدث عن زمن الظهور. الدعاء يتحدث عن زمن الغيبة دققوا النظر في الكلمات. اللهم وشركاؤه في امره ومعاونوه على طاعتك الذين جعلتهم حصنه وسلاحه ومفزعه وأنسه الذين سلوا عن الأهل والأولاد وتجافوا الوطن وعطلوا الوثير من المهاد إنها الأفرشة المريحة وعطلوا الوثير من المهاد قد رفضوا تجاراتهم وأضروا بمعايشهم وفقدوا في انديتهم بغير غيبه عن مصرهم هم ليسوا منشغلين بما ينشغل الناس به انهم منشغلون بخدمه امام زمانهم مثل ما يقول امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لو ادركت القائمه لخدمته ايام حياتي صورة مشتقة من هذا المضمون قطعا لن تكون بهذا المستوى وانما بحسب ما هم بحسب منازلهم وكل شخص منهم بحسب معرفته وعقيدته ونيته اللهم وشركاؤه في امره ومعاونوه على طاعتك الذين جعلتهم حصنه وسلاحه ومفزعه وانسه الذين سلوا عن الاهل والاولاد هذا من ادعيه زمان الغيبه الحديث عن اناس موجودين زمان الغيبه هذا ما هو بدعاء من ادعيه زمان الظهور هذه ادعيه زمان الغيبه والدعاء يتحدث عن أناس يعيشون في زمان الغيب الذين سلوا عن الأهل والأولاد وتجافوا الوطن وعطلوا الوثير من المهاد قد رفضوا تجاراتهم وأضروا بمعايشهم وفقدوا في أنديتهم بغير غيبة عن مصرهم وحالفوا البعيدة ممن عاضدهم على أمرهم على أمرهم الزهراء وخالفوا القريبة ممن صد عن وجهتهم وأتلفوا بعد التدابر والتقاطع في دهرهم وقطعوا الأسباب المتصلة بعاجل حطام من الدنيا فاجعلهم اللهم في حرزك وفي ظل كنفك ورد عنهم بأس من قصد إليهم بالعداوة من خلقك وأجزل لهم من دعوتك من كفايتك ومعونتك لهم وتأييدك ونصرك إياهم ما تعينهم به على طاعتك وأزهق بحقهم باطلاً من اراد اطفاء نورك انهم يعملون فيما بين الناس لو كان الدعاء للامام الحجه فهل يكون بهذه التعابير وازهق بحقهم باطل من اراد اطفاء نورك هؤلاء هم الذين يعملون في خدمه امام زمانهم هؤلاء هم الزهرائيون الذين مرت الاحاديث السابقه تتحدث عنهم اننا لا نجد اشخاصا في الواقع النجفي الطوسي البتري وفي امتداداته بهذه المواصفات لا نعرف اناسا بهذه المواصفات قطعا موجودون نحن لا نعرفهم لاننا نسير في طريق ما هو بطريقهم هؤلاء يسيرون في طريق امام زمانهم ونحن نسير في طريق الطوسيين اللعناء الا لعنة الله على حوزتهم الا لعنة الله على سقيفتهم الا لعنة الله على مذهبهم وماذا نقرا في الكاف الشريف في الجزء الأول من الطبعة نفسها من الباب الذي عنوانه في الغيبة في الصفحة الثانية والثمانين بعد الثلاثمائة إنه الحديث التاسع عشر بسنده بسند الكليني عن إسحاق بن عمار عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه للقائم غيبتان إحداهما قصيرة وهي الغيبة الأولى امتدت إلى ما يقرب من سبعين سنة ابتدأت في السنة الستين بعد المئتين وانتهت سنة 329 للهجره للقائم غيبتان احداهما قصيرة وهي الغيبة الاولى والاخرى طويلة وهي التي نعيش فيها الغيبة الاولى وهي القصيرة لا يعلم بمكانه الا خاصة شيعته والاخرى وهي الطويلة لا يعلم بمكانه الا خاصة مواليه اذا هناك طريق الى الامام نحن الذين ضيعنا هذا الطريق هذا يعني ان مراجع النجف لا هم من خاصة شيعته ولا هم من خاصة مواليه ولا نحن كذلك اذن هناك طريق اخر اين هو هذا الطريق نحن الذين ضيعنا هذا الطريق فاتبعنا اولئك الذين غدروا بعهود الولايه والامامه اتبعنا المراجع الطوسيين اللعناء للقائم غيبتان احداهما قصيره والاخرى طويله الغيبه الاولى لا يعلم بمكانه الا خاصه شيعته، والاخرى لا يعلم بمكانه الا خاصه مواليه. هذا هو الذي قلته لكم في اول الحلقه من ان الاحاديث هذه التي ساعرضها لكم في موضوع صناعه الزهرائيين من قبل إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه تشهد بأن الواقع الشيعية لا علاقة له بمنهج إمام زماننا بدرجة مئة بالمئة ولذا فإن الراية الأهدى ستأتي من اليمن والرايه المهتديه ستاتي من خراسان السفياني جيشه سيصل الى النجف وصاحب السفياني سيضع رحله في رحبتكم في رحبه النجف البتريون أصحاب العمائم سيخرجون بقضهم وقضيضهم لقتال إمام زماننا النجفيون وشيعة العراق سيبايعون السفياني هذا هو الذي تنتجه النجف صناعة إبليسية قولوا لي غير هذا هل جئت بشيء من هذا الكلام من كتب الوهابيين مثلا او من كتب اليهود والنصارى هل جئت بشيء من هذا الكلام من كتبنا غير المعروفه هذه احاديث الائمه وكلماتهم صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين اجمعوا هذه الحقائق انها الصور التي عرضتها لكم في الشاشه الاولى ضعوا الى جانبها الصور التي وضعتها لكم في الشاشه الثانيه وهذه صور الشاشه الثالثه انني اقرا عليكم من غيبه النعماني من الطبعة نفسها حديث طويل عن أمير المؤمنين في الصفحة الرابعة والأربعين بعد المئة إنه الحديث الثالث أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال يوما لحذيفة ابن اليمان وحذيفة من خواص رسول الله ومن خواص أمير المؤمنين صلى الله عليهما وآلهما حديث يشتمل على الكثير من الحقائق ماذا يقول امير المؤمنين في العبارات الاخيره والجمل الاخيره من كلامه هذا حتى اذا بقيت الامه حيارى بعد ان غاب الحجه بن الحسن حتى اذا بقيت الامه حيارى وتدلهت واكثرت في قولها ان الحجه هالكه والامامه باطله فورب علي ان حجتها عليها قائمه ماشيه في طرقها نحن لا نراها داخلة في دورها وقصورها نحن لا نراها لا تقولوا بأن هذا الكلام قد يفهم منه من أن الغيبة هي غيبة العنوان ما معنى داخلة في دورها وقصورها غيبة العنوان شخص معروف باسم ما هو باسم امام زماننا، الكلام هنا عن فاعليه غيبيه من ان الامام يدخل في بيوتنا لكننا لا نراه انها غيبه الشخص عن الابصار وعن الانظار فورب علي ان حجتها عليها قائمه ماشيه في طرقها من مراد من ذلك سيتبين هذا المعنى هناك مساحه يتحرك فيها امام زماننا نحن لا نراها تقنيات عصر الظهور معده الان موجوده لكنها في مساحه نحن لا نراها وسياتينا الحديث من قرانهم واحاديثهم ليس تخمينا وليس تحليلا هناك مساحه يتحرك فيها امام زماننا ويتحرك فيها اولئك الخواص الذين قرات الروايه قبل قليل عنهم من ان للقائم غيبتين قصيره وطويله قبل قليل قرات الروايه عليكم من الكافي من الجزء الاول فورب علي ان حجتها عليها قائمه ماشيه في طرقها داخلة في دورها وقصورها القباب النورية البيضاء التي تنزل من السماء في الكوفة والإمام الحجة وخواصه في تلك القباب هل هي موجودة في مكان نستطيع أن نراه؟ إنها موجودة في المساحة الدنيوية على الأرض التي لا نراها مثلما لا نرى امام زماننا باعيننا لا نرى المساحات التي يعمل فيها امام زماننا لا نراها باعيننا هذا الموضوع سياتينا ومثلما الامام يصنع الزهرائيين باسلوب جلي باسلوب خفي ونحن لا ندرك هذا حتى اذا بقيت الامه حيارى وتدلهت واكثرت في قولها ان الحجه هالكه والامامه باطله فورب علي ان حجتها عليها قائمه ماشيه في طرقها داخلة في دورها وقصورها جوالة في شرق هذه الارض وغربها المساحات التي ترتبط بالاعداد لمرحله الظهور توجد في كل البلدان وفي كل البقاع والامكنه في شرق الارض وغربها سيأتينا الكلام عن هذا الموضوع فورب عليّ إن حجتها عليها قائمة ماشية في طرقها داخلة في دورها وقصورها جوّالة في شرق هذه الأرض وغربها تسمع الكلام وتسلم على الجماعة ترى ولا ترى غيبة الشخص وما هي بغيبة العنوان ترى ولا ترى الى الوقت والوعد الى زمان الظهور الى الوقت والوعد ونداء المنادي من السماء الا ذلك يوم فيه سرور ولد علي وشيعته كلمات قصيره لكنها كشفت لنا عن الكثير من الحقائق بينت لنا من ان امام زماننا صلوات الله وسلامه عليه يتحرك ليل نهار في شرق الارض وغربها انه على تواصل دائم مع كل حدث من أحداث هذه الأرض مع كل تفصيل أكان جزئيا أم كان كليا هذه الكلمات لا بد أن تقفوا عندها وأن تتدبروا فيها كثيرا أمير المؤمنين هو الذي يقول ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم. ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر. ألا لا خير في قراءة ليس فيها تفكر. أقرأوا هذه الجملة مرة أخرى عليكم، تدبروا فيها. فورب علي إن حجتها إن حجة الأمة عليها قائمه ماشيه في طرقها داخله في دورها وقصورها جواله في شرق هذه الارض وغربها تسمع الكلام وتسلم على الجماعه ترى ولا ترى الى الوقت والوعد نذهب الى فاصل عرضت بين ايديكم ما جاء في الشاشة الأولى، وما جاء في الشاشة الثانية، وما جاء في الشاشة الثالثة. بقية الشاشات ستأتينا في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى، لكنني أتمنى عليكم أن تتابعوا إعادة هذه الحلقة، اما على شاشه التلفزيون أو أن تتابعوها على الشبكه العنكبوتيه. تابعوا الإعادة ودققوا النظر في الأحاديث التي عرضتها بين أيديكم. لا تعبأوا بكلامي. هذه أحاديث العترة. ذكرت لكم مصادرها وقرأتها عليكم قراءة صحيحة من دون تحريف ومن دون عبث بالنصوص بينت مضامينها بنحو اجمالي بحسب قواعد الادب العربي اجمعوا هذه النصوص حكموا عقولكم ستصلون الى هذه الحقيقه من ان واقعنا الشيعيه لا علاقه له بامام زماننا مطلقا والمشكله تبدا من النجف وتحديدا من ايات الله العظمى انهم ايات ابليس ما هم بايات الله صنعوا لنا دينا جديدا صنعوا لنا مذهبا قذرا انه المذهب الطوسي الذي هو لمام وجماع ما بين ما هو شافعي وما هو حنفي وما هو معتزلي وما هو من استنتاجاته الخرقاء وبقينا على هذا المذهب اللعين الى هذه اللحظه عودوا الى هذه الروايات عودوا الى هذه الكلمات المعصوميه ودققوا النظر فيها انها تشهد باجمعها من ان طريقا الى امام زماننا مفتوحا لم يغلق هذا الطريق نحن الذين اغلقنا هذا الطريق بوجوهنا حينما اتبعنا تلك الحثالات لا تعبأوا بشخصي لا تعبأوا بكلامي هذه أحاديث أهل البيت تدبروا فيها وانظروا فيها وقارنوا بين الواقع الذي تتحدث هذه الأحاديث عنه وبين الواقع الشيعي منذ الزمن الذي تأسست فيه الحوزة الملعونة في النجف سنه اربعمئه وثمانيه واربعين للهجره والى يومنا هذا وقت الحلقه انتهى لا زال الحديث متواصلا نلتقي غدا ان شاء الله تعالى على امل ان تكون قلوبنا مفعمه بالحماس لخدمه امام زماننا صلوات الله عليه بحكمه يمانيه ومعرفه زهرائيه زهرائيون نحن والهوى والهوى زهرائي اسالكم الدعاء جميعا في امان الله